بعد اللي مهاب عمله البنك أشهر إفلاسك، وحجز كمان على نصيبك هنا في المنتجع، وكان الحل الوحيد إن حد يدخل يسدد المديونية، واللي عمل كده كان منير، وعشان كده هو اللي مسك دلوقتي الإدارة هنا. وهادي؟ اللي عرفه إن هو ملوش دعوة بأي حاجة، اللي ماسك الإدارة هنا شركة منير. يعني أنا لسه شريكة في المنتجع ولا لأ؟ أيوة طبعاً، بس بنسبة صغيرة بحكم شراكتي أنا وإنتي في الأرض. أنا عايزة أقولك حاجة كمان، يعني بما إننا قاعدين بنرغي فتسمعي مني أحسن ما تسمعي من بره. ثانية؟ ده أكيد أقرب، افتح له الباب. هاي كيرما. هاي ليليان، ازيك؟ عاملة إيه؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة مرة تانية. مين اللي اشترى حصتي في المنتجع، هادي ولا منير؟ منير اللي اشترى، هادي مالوش علاقة، أو بيحاول ميبقاش له علاقة بالمنتجع. ميرسي يا نيليان، نورتيني. أوكي، على العموم لو احتجتي أي حاجة، أي حاجة كلميني. أنا خليته منضفولك السويت، وأظن زي ما هو ما تغيرش. عايزة تغيري حاجة في الديكور، تعمل أي حاجة هنا، على حسب الشركة، بس قولي. لا مش هغير، كل حتة فيها أنا عاملاها بإيدي وعجباني. زي ما تحبي، على عموم أنا موجودة. يلا هسيبكوا عشان شغل المنتجع كتير قوي زي ما أنت عارفة. خلينا نشوفك يا كرمة. طبعا. باي. غريب، يعني جت لحد هنا وما قالتش اللي عايز تقوله. لا قالت، بقت مديرة المنتجع. هاتي قولي لي انا هتجوزه. عملت ايه في الطلب اللي انا بعته؟ طمن يا مستر اكرم، حبايبنا في الاتش ار عند مستر مدير مش شويه، ان شاء الله مقضيه. وبعدين انا عملت له ريكومنديشن. طب طبع الطلب ده، ولو جالك رد يبقى بلغني. حاضر. معلش بقى انا اسف، بس انت عارف ان هو مش بايدي. عارف. استاذه فريده طلعت السويت بتاعنا. وسالت على حضرتك بالمناسبه. هطلع لها انا دلوقتي. يا ريت، عشان ليليان سبقتك.